صباح الخير يا باكي نعم. صباح الخير يا صبري. صباح الخير يا صبري. صباح الخير. صباح الخير يا مبروك. ايه ده؟ شركة ابو حسن لأعمال الشحاتة والتسول؟ ده ايه النشاط بتاعها يعني؟ يعني ايه شركة ابو حسنة للشحاتة والتسول؟ هتكون شركة تنظيم حفلات، شركة شحاتة وتسول بنشحت. انتوا سيبين ابو حسنة هنا عشان الحسنة اللي بتاخدوها. لا، علشان مستر حسن ابو حسنة صاحب الشركة عنده حسنة كبيرة في وشه اهو. زي السقة كده بس لتحت تقريبا. يا ولادي يعني انتوا بتجيبوا الشحاتين المساكين من الشارع وتشغلوهم؟ والله كتر خيركم. يا ابن العيب والله صدقت. انا كنت اروح اسر. الله يرحمها الله يرحمها. مش احساس؟ ما عندكوش دم؟ الولد امه ماتت بجد. ايه بقى في حياتك يا صبحي؟ شد حيلك يا حبيبي، توكل على الله. انت روح ادفن الحاجه ومالكش دخل. ومين هيمسك الاشاره مكاني؟ انا صبحي بنفسي همسك الاشاره مكانك. لا يمكن، انا مستحيل اسيب شغلي. يا صبحي اكرام الميت دفنه يا حبيبي، توكل على الله. روح ادفن الحاجه وانت نازل ابقى عدى على الخزنه هقول لهم يصرفوا لك مصاريف العسل. اتكل على الله. بقول لك ايه، ابقى ابعت ميل للاتش ار علشان تقول له ان انت هتغيب 3 ايام عشان ما يخصم لكش. مع السلامه يا صبحي. السلام عليكم. شد حيلك يا حبيبي. بخال الله. انتوا بتهزروا؟ عارفين مين اللي ماتت؟ طنط ناديه العجوز الله يرحمها. لا حول ولا قوه الا بالله. العجوزه دي كانت كام سنه يعني؟ لا، طنط ناديه دي كانت بتقف في اشاره العجوزه. الله يرحمها. كرتونه المناديل ما كانتش تاخد في ايدها اشارتين. اشارتين بس؟ واشارتين، والاشاره ام 30 ثانيه مش ام دقيقه. ياه. اللي بتعدي كده دي. ايه ده؟ ايه ده؟ إيه فين يا عماد؟ الساعه كان في ايدك. معلش يا مستر مبروك، اصل ابويا تعبان وانا اخواتي كلهم بنات. ابوس ايدك. عمده اوعى تعمل كده يا عمده. الدرس اللي انا اللي معلمه لك ما تعملوش معايا انا. وانت يا هانم المفروض ان دورك تنزلي تشحتي وعيلين على كتفك. نازله بايدك فاضيه؟ اعمل ايه يعني؟ ما هم اللي متعبين يا مستر مبروك، وبعدين انا كتفي بيوجعني. وبعدين اصلا كان عندهم النهارده فان داي في النيرسري. نهى، انت ممكن تكوني ام شاطره، ام هايله، ام عظيمه، لكن شحته فاشله. ابوس ايديكم، التارجت بيضيع مني. احنا لو النهاردة بنشحت بمزاجنا بكرة هنشحت غصب عننا. عايزيننا نبقى ايه؟ شحاتين؟ شحاتين؟ اتفضلوا كل واحد على اشارته. ضمير بقى. استغفر الله العظيم يا رب. لا الفرق بقى بين المدير والقائد. احنا اسف يا جماعة اللي انفعل.